اليوم غادي نعطيك واحد السر باش تكون ناجح في حياتك. من قبل تابونا اي لايك. باغي تبدا شي مشروع غير وكان فيك الخلعه تلقي مني وكتحاربها وما قادش تمشي لقدام على قد الخلعه، اسيدي رخف فيك النفس. لا رخفي فيك النفس وتقبلي الخلعه. علاش الخلعه؟ هي كتجيك مناش خلعه من فشل، وخاصك تفشلي وخاصك تفشل. علاش؟ حيت ملي كتفشل خلا بابا هذيك الصنعه كتدخل للراس. ما عمر حتى شي واحد تعلم شي حاجه ملي كينجح، حيت اصلا درتي كلشي مزيان. امتى كتعلم؟ ملي كتاخذ الطرشه الاولى بالخطا الاولاني، الطرشه الثانيه بالخطا الثاني، الطرشه الثالثه وانت غادي. دونك احسن حاجه نقدر نتمنى لك تلاح وتلاح وتلاح وفشل وفشل وتعلم ونوض واستفد وزيد القدام. صافي سالينا.